السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عبد العزيز حسن من موقع خادمة.com. لو أنتوا عايزين تشوفوا الدروس بتاعتنا بشكل مرتب ومنظم، خشوا على الموقع بتاعنا، أو عايزين تضيفوا أي استفسار أو أي حاجة على الدروس بتاعتنا، خشوا برضه على الموقع بتاعتنا، يا إما تساعدوا الدروس أو تضيفوا استفسار خاص بيكم. أنت اللي كمل النهاردة آخر درس معانا فيه ماتريالايز، كان النهاردة على بعض حاجات خاصة بالفوكس. طبعا ده هيبقى نهاية الجزء الأول زي ما احنا اتكلمنا في أول محاضرة، إن هيبقى عندنا كذا جزء. ده نهاية الجزء الأول الخاص بالسي اس اس، هيبقى عندنا الجزء التاني إن شاء الله هنتكلم فيه عن الجي اس بتاع الماتيريالايز، وهيبقى فيه جزء تالت هيبقى إن شاء الله فيه مشروع، تمام؟ عشان نبقى نلم الدنيا كلها مع بعضيها. طيب تعالوا نكمل أول حاجة النهاردة هنتكلم عنها اللي هي الفيلد، الفايل فيلد. لو أنا عايز أعمل فيل مكان أرفع منه فايل، أول حاجة أعمل ديف. ديف ده تاخد اتنين كلاس، حاجة اسمها فايل فيلد، وفي حاجة اسمها اللي هي انبوت فيلد اللي هي العادية خالص، تمام؟ طيب هو اعمل ديف تاني، تمام؟ الديف ده يبقى جواها اللي هو الليبل بتاعي، اظن هيبقى جواها سبان دي هتبقى فيها مثلا كلمة فايل، بعد كده تحتيها هحط فيها الانبوت بتاع الفيلد، الانبوت بتاعي بتاع الفيلد، خمسة ثانية يا محمد فايل، اوكي. والسبان دي هتاخد الكلاس بوتو. تعال تشيك الشكل بتاعنا دلوقتي، ادي الشكل بتاعنا، بس لو دوست عليه مش هيحصل حاجة. طيب هنبدا نعمل تحت هنا، تحت ديف دي نعمل ديف تاني، هتاخد الكلاس اللي هو اسمه فايل، فايل باث واربر، وبعد كده هنعمل هنا input field type بتاعها text، هتاخد class اللي اسمه file path validate. تعال نشوف الشكل بتاعه دلوقتي، هيبقى عندي الشكل اللي انتوا شايفينه ده كله، مجرد حق زرار وجنبيه text field. مجرد طبعا ما هدوس على الزرار هنا يطلع لي اللي هي الجزء اللي بختار منه الصورة. مجرد ما اختار الصورة اللي open هيكتب لي اسم الصورة بالشكل اللي انتوا شايفينه، كل ده من خلال الكود اللي احنا كتبناه، الكود الصغير ده. طبعا انت عشان زي ما احنا قلنا قبل كده كان الكلام ده بيجي كوير جافا سكريبت، الكلام ده حوار كبير جدا، هو الكلام ده بيسهله لك جدا جدا زي ما انتم شايفين، حوار بسيط جدا جدا مش قصه يعني، كله سهل. طيب لو انا عايز اخلي ان اقدر اسلكت اكتر من حاجه، هضيف هنا اتريبيوت اسمه مالتيبل، مالتيبل هو اتريبيوت، فهنعمل ريفرش، باجي اقول له بعد اذنك انا عايز الصوره دي والصوره دي والصوره دي والصورة دي ودي ودي، نقول اوبن. بص انا كاتبهم لي كلهم بينهم دوت زي ما انتم شايفين كده. طيب ده كان بالنسبة لأول جزء اللي هو فايل فيلد، ازاي اعمل فايل حقل ارفع منه ملفات. عندي حاجة تانية اسمها رينج، كلاس رينج فيلد، وهعمل هنا انبوت التايب بتاعه رينج، بس كده اعمل ريفرش، هيطلع لي زي سلايدر كده زي ما شايفين كده، هدوس عليه ابدا اتحرك في القيم بتاعته من صفر لحد 100. طب ممكن اعمل ماكس واعمل مين والكلام ده كله، تقلبه في ال HTML5 الانبوت اللي اسمه رينج هتعرفوا كل الاتريبيوت بتاعته اللي انتم ممكن تستخدموها، ممكن تستخدموها هنا كمان. بس هي الفكره كلها ان هو زي ما شايفين عاملين الهنت بتاعه شكله لذيذ جدا يعني. طبعا الكلام ده برده محتاج ان انت تلعب في جافا سكريبت شويه لو انت عايز تطور فيه. طيب نتكلم على اخر حاجه عندنا، حاجه يعني انا لما شفتها ما كنتش مصدق ان الموضوع سهل قوي. طيب هنتكلم على حاجه اسمها الديت بيكر، هعمل هنا انبوت عادي خالص، تاني نعمل بي هنا انبوت، هدي له بس كلاس ديت بيكر، وهاخد الكود بتاع جافا سكريبت، هنشرحه دلوقتي الكود بتاع جافا سكريبت بس، حط هنا سكريبت تحت طبعا الماتريالايز، لازم يكون ضمن الماتريالايز دوت جي اس، حط الكود ده بكل اختصار بقول له هات لي الكلاس اسمه ديت بيكر اللي هو كلاس اديته هنا، وشغال عليه الكلاس اسمه ديت بيكر، وهنا حاجه اسمها سيلكت مانث ثرو، يعني يعمل لي هنا كريت دروب داون منيو، يعني بيعمل لك دروب داون منيو تختار منها المانث، نفس الكلام سيلكت ييرز كريت دروب داون منيو في 15 سنه عشان تكنترول اليرز، بس كده هو ده الكود بتاعنا اللي احنا عاملينه. تعال نشوف بقى الشكل عامل ازاي. الحقيقة أنا لما شفت الشكل ده أنا مصدقتش، بصوا شايفين؟
جميل جدا 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 جدا. شايفين يعني الموضوع فعلا جميل، موضوع رائع جدا جدا. بصوا، ودي 15 سنة اللي احنا كنا نوقع منهم لنا، ودي الأشهر اللي عشان طبعا أنا ممكن أشيلها، ممكن أشيل المانث واليير دول وأخليهم بس إيه، مجرد ديت بيكر عادي خالص، أشيل الأوبشنز دي براحتي، الموضوع بإيدي يعني. أه شيلها لي من فوق، مجرد أختار هنا، ممكن أقول له كلير خلاص مش عايز، ممكن أختار اللي أنا عايزه وأقول له توداي مثلا، ممكن أقول له هات لي النهاردة، أقول له كلوز بعد ما أختار، وهكذا. موضوع فيكسبيليتي أوي عندي. طيب احنا كده تقريبا حطينا كل اللي احنا نحتاجه من خلال الفورمز. طبعا هو مش كل الفورمز، بس دي الحاجات اللي موجوده في الماتيريالايز، دي الحاجات اللي الماتيريالايز عاملينها يعني ديزاين وليها اوبشنز وموجوده في الكود. لو بصينا احنا هنا بقى على الماتيريالايز نفسها، احنا كده يعتبر خلصنا التابه بتاعت السي اس اس، اتكلمنا على كل حاجه فيها تقريبا، والكومبوننتس كل حاجه اتكلمنا فيها تقريبا عليها. طيب هيبقى عندك ناقص جزء بتاع الجافا سكريبت، وطبعا هيبقى جزء كبير برضه، فهيبقى عايز مجموعه دروس معينه نخلصها مع بعضينا ان شاء الله. بس يعني ان شاء الله يبقى ليها يعني باكج زي ما احنا عملنا الباكج بتاع السي اس اس، يبقى ليها باكج ان شاء الله تاني. اتمنى يكون كنت خفيف عليكم في مجموعه الدروس دي، واتمنى اكون اضفت لكم معلومه جديده، واتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله بكم في الجزء التاني من الدوره دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.